حفل افتتاح بطولة كأس العالم بالأقصر 2014، ونستهل حفلنا بطابور عرض اللاعبين. نظموا بطولات دوليه في الاقصر وانشطه للسياحه في الاقصر. احنا رسمنا الاتحاد الدولي، جبنا منه موافقه. الحمد لله مجلس اداره الاتحاد المصري، كل مجلس ادارته بيجمع مناصب دي ساعدتنا كتير في الاتصالات الخيريه، لان ما كانتش مدرجه في اجنده الاتحاد الدولي. جبنا الموافقه الحمد لله، نزلنا لجنه تعاين الفنادق. الفندق اللي احنا فيه من افخم ما يكون. سياده المحافظ شرفنا بالحضور، مش بس في افتتاح النهائيات، هو كمان في التمهيدي كان بيجي بيشوف اللعيبه، بيشوف الحكام، لو حد له اي حاجه. كان ده دعم طبعا كبير لنا. من غير الرعاه ما كناش نقدر. وزاره السياحه دعمتنا دعم كبير جدا، وهي تنشيط السياحه. وزاره الرياضه دعمتنا. مؤسسه اخبار اليوم راعت دعمنا بقالنا سنين طويله، 10 سنين تقريبا. كان معانا. فأنا شايف إن الحمد لله البطولة ناجحة، ويمكن ما تاخدش الكلام أنا، خد بكلام اللعيبة الأجانب اللي جايين من أمريكا، أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. شيء مشرف إن إحنا في خلال شهرين تقريبا عندك 20 دولة حاضرين. المستوى الفني للبطولة في منتهى الجمال، لو تشوف الجمهور موجود وبيشجع كويس جدا. بتمنى الاستمرار في هذه البطوله، لان هي انا بعتبر الرياضه مش مجرد بطوله، ليها بعد سياسي. ان احنا بنقول للعالم اذا انت فاهم ان انت تضغط علينا وتحبطنا، لا احنا هنشتغل وهننجح وانت اللي تحبط مش احنا. ريك بودران سان اسيتوم تايفون داشتمير ادي لابنز ميمت جوران جون بول دي بروين ديك ياسبرز افيير تيران. At 14 hours, the second round, Kim Jong-rul, Nikos Polikonopoulos, Choi Sang-won, Daniel Rice, Wang Kyung-bum, Klaus Foge, Kasido Kostas Filippos, Armen Kahuve. The third round at 16 hours, Marco Zanetti, Jean Wek Tran, Lee Seung-bok, Turgahan Kiraz, Eddie Merckx, Cho Ya-ho, and the last round, which will start at 18 hours, Ken Tong-kuk. Sorry, this is the last match from the third round. Ken Tong-kuk and Eborala Basekmes.
Ms. Dr. Namin Salama from Egypt, Dr. Alma from Egypt. Thank you. جائزة المركز الثالث third place prize goes to the player from Korea Lee Chong Bok. جائزة المركز الثاني second place prize goes to Torbjörn Blondal from Sweden. جائزة المركز الأول first place prize goes to Frederic Godron from Belgium. The prize is presented by General Tariq Saadettine, Governor of Luxor, and Mr. Jean-Claude Dupont, UNB President.